ونتحول الآن لأهم أنباء الطقس في نشاط التاسعة. مرة ثالثة وأخيرة نعود إلى فاطمة خليل، تفضلي فاطمة. شكرا إلهام، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والأوج البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 40، الصغرى 27، الإسكندرية 35-25، مطروح 33-25، بورسعيد 36-27، إسماعيلية 41-26، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة للسويس 40-26، العريش 37-25، طابة 39-26، شرم الشيخ 40-29، الغردقة 42-30، وجوها أيضا شديد الحرارة. بالنسبة للأقصر 45-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 45-24، شلاتين 41-30، حلايب 38-31، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.